بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام النهاردة في الدايجستيف سيستم على البنكرياس. بنكرياس ميكسد جلاند، طبعا معروف ان هي جزء اكزوكراين جلاند وجزء اندوكراين جلاند. الاندوكراين جلاند اللي هي بيسموها الايلتس اوف لانجر هانز، يعني جزر لانجر هانز، وده جزء محاط بالخلايا اللي ليها قنوات او الغدد القنوية. الجزء الداخلي ده اللي هو جزر لانجر هانز ده بيطلع الانسولين ويطلع الجلوكاجون ويطلع السوماتوستاتين، دول الهرمونات الموجودة. انسولين طبعا عشان يقلل السكر، وجلوكاجون عشان يرفع السكر. يبقى ده الاندوكراين جلاند، الانسولين اللي هي الجلوكاجون. الاكسوكراين جلاند سكريت الالكالين بنكرياتيك جوس، دي اللي بتفرز بقى العصارة البنكرياسية القلوية والمهمة جدا في عملية العبادة. الشكل العام للبنكرياس زي الليف أو ذا تري، شكل ورقة الشجر كده، هتلاقي عبارة عن نوعين من الخلايا، خلايا غدية قنوية وخلايا غدية غير قنوية صماء. الاندوكراين تفرز الهرمونز وتطلع على البلاد مباشرة، لكن اللي يطلع عن طريق القنوات اللي انت شايفها دي هو الجزء اللي هو العصارة، وبالتالي بتتصب فين؟ بتتصب في الديودينم الاثنى عشر عن طريق قناة بيسموها الاكسسور بانكرياتيك داكت، القناة المساعدة، بتصب على طول في الديودينم، او تتصب مع اتحاد القناة بتاعت البانكرياتيك جوس مع البايل جوس، وتكون حاجة اسمها هيباتو بانكرياتيك أمبلا أند إسفنكتر، وتبدأ تصب العصارة في الديودينم زي ما انت شايف كده. وطبعا ده الميجور ديودينال بابيلا، الحلم الأساسية الكبيرة اللي تصب فيه الديودينم. طيب البانكرياتيك جوس بقى الكالاين لأن البيتش بتاعها 8، لان هي عباره عن معظمها جزء كبير من الميه، والنص الثاني والجزء الثاني دايجستيف انزيمز مهمه جدا، كل الانزيمات تقريبا موجوده، والجزء الثالث هو البايكربونات ايونز وهم جدا، الصوديوم بايكربونات، وبتظبط لك البي اتش بتاعه الاستوما الانتستين ل 8 علشان الانزيمز دي بتشتغل في وسط الكالاين. هو دايجستيف انزيمز بنكرياتيك اميليز زي اللي كان في الاسترش بالظبط، مع الاختلاف ان ده بيشتغل في بيئه نيوترال في الفم، لكن ده بيبقى الكالاين 8 بيعمل نفس الكلام بالظبط، يحول الاسترش للملتوز. البروتيازس بانواع مختلفه زي التريبسين والكيموتريبسين، والنيوكليازس الريبونيوكليازس واللايبيز بنكرياتيك لايبيز، وطبعا ده اللي بيقوم بعمليه هضم الدهون داخل الانتستين. يبقى في بنكرياتيك اميليز، بروتيازس، نيوكليازس اند اللايبيزس، اول ذيس دايجستيف انزايم. شايفين في الدياجرام ده نهايه الاستومك، في البالوريك سفنكتر، وده الديودينم بدايه الاستومك بدايه السمول انتستين، وفي الجول بلادر الموجوده اللي بتطلع لك حاجة اسمها سيستيك داكت، يعني القناة الحيصلية اللي بتتحد مع قناتين اللي جاية من فصين الكبد اللي هما الكومون هيباتيك داكت. لما يحصل اتحاد ما بين الكومون هيباتيك داكت مع السيستيك داكت اللي جاية من الجول بلادر، يديك قناة اسمها الكومون بايل داكت. يبقى البايل داكت ناتجة منين؟ من القناة الكبدية اللي جاية من فصين الكبد مع القناة الحيصلية اللي جاية من الجول بلادر، اندمجوا مع بعض في قناة اسمها الكومون بايل داكت اللي بتدخل على طول تفتح في السمول انتستين، بتتحد مع القناة الأساسية اللي جاية من البنكرياس، بفتح فتحة واحدة اسمها هيباتو بنكرياتيك داكت داخل السمول انتستين. ده الجزء اللي أنا بقول عليه إن ده ميكسد جلاند، غدة ميكسد جلاند. ليه؟ لأن الجزء ده اكزوكراين جلاند. ليه هو اكزوكراين؟ اكزوكراين ليه يا شباب؟ ليه؟ لأنه فيه قناة موجودة داكت وعلشان كده بيطلع البنكرياتيك جوس بيصبها على طول في اقرب مكان اللي هو الديودينم عن طريق الداكت. لكن اللي بتصب بقى مكوناته اللي بيبقى عباره عن الفا وبيتا وجاما، ثلاث انواع من الخلايا موجودين، جزء بيطلع الانسولين والبيتا، وجزء تاني اللي بيطلع الجلوكاجون اللي هو الالفا سيل، بيصب على طول في البلاد فيزلز او الشعيرات الدمويه، عشان كده بيسموه ايليتس اوف لانجر هانز، يعني جزيره او جزر لانجر هانز. البنكرياتيك انزيمز بقى الموجود والبنكرياتيك جوس، قلنا فيه الالفا اميليز بالظبط زيه بيسموه الكربوهيدريز، بيهضم الكربوهيدريتس. يعني ده انزيمز بريكس داون الستارشز الى سكر الملتوز، زي الاميليز اللي كان موجود في الفم. بنكرياتيك الفا اميليز از اولموست انت ايدنتيكال تو ذا سليفري اميليز، زي ما قلنا بيحول الستارش
الى المالتوز سكر الايه الثنائي، عشان كده لازم يقوم بعمليه استكمال عمليه الهضم. بعد كده البنكرياتيك لايبيز ده بيعمل بريك داون للليبيدز اللي هي الامالسيفايد فاتس، يحولها الى فاتي اسيد ومونوجلسرايد ذات كان بي ايزلي ابسوربد عن طريق السيمبل ديفيوجن. النيوكليزيس يعمل بريك داون للنيوكليك اسيد سواء كان رايبو نيوكليزيس او ديوكسي رايبو نيوكليزيس ويحولها للنيوكليوتايدز، وفي نيوكليوتايديزس اللي بيحول النيوكليوتايدز للثلاث عناصر الاساسيه بتاعتها. بعد كده في بروتيوليتيك انزيمز اللي هي الانزيمات محلله للبروتينات، ودول بيعملوا بريكس داون للبروتين. الحقيقه دول نوعين، البروتيوليتيك انزيمز الموجوده في البنكرياس اما تكون بروتيازس او بيبتايديزس. بروتيازس بتكسر البروتين للبيبتايد تشين، بيبتايديزس في عندك الكربوكسي بيبتايديز امينو كربوكسي بيبتايديز، في عندك الامينو بيبتايديز، في عندك دول الاكزو بيبتيديز، وفي عندك الاندو بيبتيديز اللي هو بيكسر الروابط الداخليه الامينيه الموجوده البكتيريه الموجوده داخل بين الاحماض الامينيه. البروتيازس بريكس داون اللارج بروتين كومبلكس بيحوله لك الى بيبتايدز، والبيبتيديز اللي قلت لك بانواع مختلفه وبيعمل بريكس داون لسمول بيبتايدز الى انديفيدوال امينو اسيد ايزلي بي ابسوربد عن طريق الايه اما يكون الفاسيليتيتد ديفيوجن او الاكتيف ترانسبورت، اما يكون فاسيليتيتد ديفيوجن او الاكتيف ترانسبورت اكوردنج تو زير كونسنتريشن. الصودو مايكربونيت بقى الجزء الثاني الموجود هو عباره عن نيوترلايز الاسيديك تشايم. الاستعام بيبقى جاي منين؟ جاي من الاستومك. بيبقى البي اتش هنا كام؟ بتبقى 2. لازم هنا اول ما يوصل الطعام يبقى البي اتش بتاعته بتبقى كام؟ 8. البي اتش 8 اللي بيعملها كده البايكربونيت بالاضافه للبايل جوس العصارات اللي هي موجوده بالاضافه للالكالاين جوس اللي هي بتاعت الايه الانتستين نفسها. That chyme becomes alkaline or basic chyme وال H بتاعته around 8. Pancreatic enzymes can only function in alkaline، يعني تشتغل امتى الانزيمات الموجوده دي العصاره في وسط alkaline. Excretion of the fluid pancreatic fluid is controlled by two hormones. يبقى انا الوقت عندي فيه هرمونين بيتحكموا في العصاره المهمه جدا اللي هي العصاره البنكرياسيه. اول هرمون فيهم هنتكلم بعد كده على الهرمونز كلهم، فنتكلم على الاول اتنين بي 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 بينظموا البنكرياتيك فلويد. اول حاجه السكرتين which mainly affects the release of sodium bicarbonate. يبقى الصوديوم بايكربونات مين اللي بيعمل له عمليه ريليز؟ السكرتين طبعا. وده امتى؟ لما يحصل ديستشارج او امتز للاستومك وتوصل المحتويات داخل ايه الحمضيه داخل الانتستين. الكولوسيستوكاينين وده سي سي كي which stimulates the release of digestive enzyme، وده اللي بيطلع العصاره الايه الهاضمه العصارات البنكرياسيه والانزيمات المختلفه للبنكرياس. واحد بيطلع الصوديوم بيكربونات وواحد بيطلع البنكرياتيك انزيمز. والسلام عليكم ورحمة الله.